لازم نطير ربعك وابتجح على المراكز والكراسي. احتزم ايه احتزم احسموها بالصناديق يا مال الغنى يا هل الردات والطايرة واهل العشر ولعوا النيران ينطير في روس الردى. رحبت سبعة الاراضين في كل اتجاه يشتعل هاجس له الشهر ما عين مفر. لا حضر تحضر بما قفت ناقلها الروا كيف لا كان ابن عمي يقدم لي من يسر اصحاب واحباب تستنتج صدا بالفعايل اصول كل دوم مقلب الصدر. له رسالة ونبرته ثقبت بغضدا هالوطن يحتاج للفكر والبدن نظر. عشت يسر هدما صار في عز وغنى محزم الرب وكرب وكلك محزم ظهر. هالكويت استوجبت لك وتطلب كل نجاة شبت النار بوجودك وغايبها حضر. شبت النار وغايبها حضر شبت النار وغايبها حضر. لا توصي الدائرة الثانية وقت الوصى تحاشد لك مجامع من بدو حضر. يا ضويق المدى شمك وجبال الزرى كلها ما تلتقي فيك تسبر كل سلال المهالك وسلال القهر. مجلس الامه يا منصور في كفك تراه والكراسي دونها الطير حمران النظر. والكراسي دونها الطير حمران النظر. قدموا كل بهالليله اقرم ودها الثلاثة اللي لها المجد والعليا مقر. ولعوا النيران ينطير في روس الردى انتم اللي لا قدمتوا الخطر. ولعوا النيران ينطير في روس الردى احسموها بالصناديق يا مال الغنى يا هل الردات والطايرة واهل العشر. ولعوا النيران ينطير في روس الردى. رحبت سبع الاراضين في كل اتجاه يشتعل هاجس له الشهر ما عين مفر. لا حضر تحضر بما قفت ناقلها الروا كيف لا كان ابن عمي يقدم لي من يسر اصحاب واحباب تستنتج صدا بالفعايل اصول كل دوم مقلب الصدر. له رساله ونبرته ثقبت بغضدا هالوطن يحتاج للفكر والبدن نظر. عشت يسر هدما صار في عز وغنى محزم الرب وكرب وكلك محزم ظهر. هالكويت استوجبت لك وتطلب كل نجاة شبت النار بوجودك وغايبها حضر. شبت النار وغايبها حضر شبت النار وغايبها حضر. لا توصي الدائرة الثانية وقت الوصى تحاشت لك مجامع من بدو حضر. يا ضويق المدى سمك وجبال الزرى كلها ما تلتقي فيك تسبر كل سلال المهالك وسلال القهر. مجلس الامه يا منصور في كفك تراه والكراسي دونها الطير حمران النظر. والكراسي دونها الطير حمران النظر. قدموا كل بهالليله اقرم ودها الثلاثه اللي لها المجد والعليا مقر. ولعوا النيران ينطير في روس الردى انتم اللي لاقي